السلام عليكم جميعا، معكم سلام المؤمنين بفترة، واليوم بإذن الله راح أكون معكم بشرح المحاضرة الثانية من مادة Introduction to Research. خلال هاي المحاضرة بإذن الله راح نحكي عن ثلاث مواضيع. أول موضوع وهو الـ Types of Research بشكل عام، وبعدين ثاني موضوع راح نتناوله هو التفصيل لكل Type، وآخر موضوع راح نتناول الـ Evidence Based Practice. خلينا نبلش نقول بسم الله. Research is a way of thinking. اوكي سو احنا بس نفكر بريسيرش بشكل عام، اوكي قبل ناخذ بالتفاصيل وقبل ما نعرف شو هي انواع الريسيرش. بشكل عام هي عباره عن دراسه للتحقق من نظريه، او ممكن وي كان جينيريت هايبوثيسس، مو بس ان نختبرها، وممكن كمان نتوسع في مجال معين. فهي لها عده اهداف او عده انواع، وهي كلها باذن الله راح نفهمها خلال هاي المحاضره وخلال هاي الماده كمان. بداية، there are many types of research from the point of view of the mode of inquiry, and we can classify them in three types. هاي الأشياء اللي هي كيف أنا بدي أقسم research بناء على وجهة النظر الدراسة. إيش بدي تتناول الدراسة؟ ممكن تكون quantitative و structured، هم الاثنين نفس المعنى. quantitative أو structured بيدلولي على نفس التايب. عندي qualitative أو unstructured research والmixed method research. quantitative من اسمها بتتناول ال quantity، خلينا نحكي بشكل عام قبل ما نخوض بكل تفصيل من تفاصيل each type. quantitative بتناول ال quantity، يعني numerical data أو data can be يمكن يعبر عن الداتا بطريقة numerical. وstructured بتكون أكيد منظمة أكثر من الqualitative اللي بتكون unstructured، ورح نعرف ليش إن شاء الله خلال الشرح الأنواع بشكل مفصل. والmixed من اسمها هي mixed between the quantitative and qualitative research. وقبل ما نخوض بالأنواع أوكي وشرح كل نوع، خلينا نحكي بشكل عام عن الtypes وشو هي المجالات المرتبطة بتايب معين. يعني أول سؤال ممكن يخطر على بالنا من خلال دراستنا للتايبس هو إنه متى نستخدم كل تايب؟ متى نستخدم الكوانتيتيف؟ متى نستخدم الكواليتيتيف؟ متى نستخدم الميكست؟ فthere are disciplines that link themselves predominantly to a certain type of research. يعني عندنا مجالات معينة وعلوم معينة ارتبطت بشكل شبه مستقل بنوع معين من الريسيرش. أوكي؟ مثلاً خلينا نحكي بأمثلة. anthropology, history, sociology are more inclined towards the qualitative research. منطقياً علوم التاريخ، السوسيولوجي، الانثروبوثولوجي اللي بيتناول التطور الكالتشرز عبر التاريخ لحد هلا، تمام؟ فهاي كلها أشياء بتحتاج لأيش؟ لأشياء مو مرتبطة بكوانتيتي، مرتبطة بكواليتي أكثر، ورح نعرف ليش خلال المحاضرة بإذن الله. أما إذا بدنا نحكي عن السايكولوجي، الإبيديميولوجي، علم الأوبئة، education, economic, والpublic health, marketing are more inclined towards the quantitative research. تمام، أوكي، إحنا حكينا بإنه هاي الأمثلة مرتبطة بنوع معين من الريسيرش. هل هذا يعني إنه مش ممكن نشوف anthropology معمول عليها quantitative research؟ No. However, this doesn't mean that an economist or a psychologist never use the qualitative approach, and doesn't mean that an anthropologist never use the quantitative approach. فإحنا حكينا لا يعمم، ولكن بشكل شبه مستقل ممكن كل علم أو مجال نربطه بنوع معين من الريسيرش، ولكن لا يعمم، لأنه يعني بشكل عام هاي المجالات إلها عدة أوجه، إحنا مندرسها من عدة أوجه، فهذا الإشي ممكن خلينا نضطر نلجأ لعدة types من الريسيرش. The choice between the quantitative and the qualitative approaches, structured or unstructured, the same, should depend upon. شو هم ال... أنا يعني هي إحدى المراحل الحاسمة في إيش؟ في إني أختار نوع الريسيرش، وشو السبب؟ طيب أنا بدي أحط قدامي ال quantitative and qualitative، وعندي هدف، وعندي هدف من الدراسة، وعندي استخدام من نتائج الدراسة. أوكي، بناء على هذول الأشياء أنا راح أحدد إنه mixed quantitative qualitative. So it depends upon two things: the aim of the inquiry، هدف الدراسة أنا لإيش بدي أوصل، واللي وصلت له لإيش بدي أستخدمه. Use of the findings. The aim of inquiry exploration ممكن يكون إني أبحث أكثر في الموضوع اللي أنا بدي أعمل عليه دراسة. Confirmation تأكيد، تحقق. Quantification قياس. The use of the findings ممكن يكون للpolicy formulation لأني أصيغ أنظمة معينة في مجال معين، or process understanding أفهم البروسيس اللي أنا عملت عنها research. وهيك بنكون خلصنا المقدمة
اللي هو الجزء الأواخر نحكي من المحاضرة، اللي بيحكي لنا بشكل عام عن التايبس، عن بعض المجالات اللي ممكن تكون مرتبطة في تايب معين ولكن لا تعمم، وكيف أنا ممكن أختار بناء على إيش ممكن أختار between the different types. نبلش بأول نوع من أنواع الريسيرش وهو الـ quantitative research. So زي ما حكينا قبل الـ quantitative له علاقة بالـ quantity، فأنا بدي أدرس الـ quantity. Okay. Furthermore, quantitative research methods are concerned with collecting and analyzing data that is structured. زي ما حكينا الـ quantitative نفسه الـ structured and can be represented numerically. أي data، أي موضوع research أنا بقدر أجمعه وأحوله لبيانات رقمية فهو مناسب لأنه يكون quantitative research. One of the central goals is to build accurate and reliable measurements that allow for statistical analysis. إحدى الأشياء اللي أنا ما لازم إني أبعد عنها خلال الـ quantitative research هو إني أعمل مقاييس للداتا اللي بدي أجمعها أو كيفية جمع الداتا تكون بناء على accurate، دقيقة وreliable يمكن الاعتماد عليها. ليه؟ لأنه أنا إذا جمعت بطريقة دقيقة ويمكن الاعتماد عليها وتم قياس الداتا بطريقة دقيقة، فهذا يعني إيش؟ إنه أنا الأناليسيس رح يكون عندي صح والفايندينجز رح تكون عندي ماشي تمام. It allows to learn more about many variables such as the demographics of population, measure of how many patrons use a service or a product, examine attitudes and behaviors, document trends or explain what is known anecdotally. بشكل عام اللي بحاول يحكي لنا إياه هون إنه هو الهدف من الـ quantitative إني أدرس عدة variables. الـ variables بتكون مرتبطة بعدة أشياء زي demographics of a population، خصائص معينة للـ population، المجر كم مثلاً الإقبال على service أو على product معين، أو examine اختبار الـ attitudes الـ behavior. يعني هو مجال واسع بغض النظر عن إنه بيتناول data that are represented numerically. Document trends or explain what is known anecdotally. يعني أنا عندي personal data، عندي reports. هاي reports يعني عبارة عن إذا نحكي مثلا زي history patients أو تاريخ مثلا عن company معين. okay. أنا ما عندي بيانات عن هاي الكمباني إنه تكون موثقة بريسيرش، فهاي هي الطريقة المفيدة، أو يعني خلينا نحكي هذا هو سبب احتياجنا للريسيرش، إنه في بعض الأشياء we know it anecdotally without any specific research. Measurements like frequencies, counts, percentages, proportions, and relationships provide means to quantify and provide evidence for variables. How can I quantify the variables اللي أنا بدرسهم في quantitative research؟ كيف ممكن أقيسهم؟ Okay, ممكن استخدم the frequencies عملات, percentages نسب, proportions relationships علاقات نربط بيناتهم. هالأشياء كلها أكيد بتفيدنا بال quantitative research. So, نسأل حالنا السؤال، متى بصنف research معين إنه quantitative؟ The study is classified as a quantitative if you want to quantify the variation in a phenomenon. Okay. مقدار التغير أو التغيرات في ظاهرة معينة، situation معين، problem or issue. If information is gathered using predominantly quantitative variables، يعني بشكل تقريباً 99% من الدراسة الvariables أنا جمعتها تعتبر quantitative, and if the analysis is geared to ascertain the magnitude of the variation. هاي كلمة جدا مفتاحية اللي هي magnitude. يعني أنا بدي أدرس هو إيش هو المقدار. okay. في ال quantitative research. Because the quantitative research focuses on data that can be measured, it is very effective at answering which questions اللي هم ال what and how question of a given situation. مش why، ما مندور إحنا وراء الفينومينا، وهذا إيش رح نعرفه أكيد بالكواليتيتيف إن شاء الله. questions are direct. شو خصائص الـ questions؟ الـ questions أول إشي ممكن يكون what أو how، والـ questions are direct quantifiable، يعني مباشرة يمكن حسابها، و often contains phrases such as what percentage، what proportion، what is the relationship ممكن تكون to what extent ممكن تكون how many، how much، أي إشي بدل على quantity. Examples of a quantitative aspect of a research study are، شو هم examples تمام من الوجهات النظر اللي أنا ممكن أدرسها بي quantitative research is how many، أو سوري يعني هي خلينا نحكي الأشياء اللي أنا بدي أدرسها.
من الأمثلة عليها هي how many people have a particular problem or how many people hold a particular attitude. هاي إحدى الأشياء وإحنا سألنا بها many. كثير دليل على أنه هذا quantitative research. The use of statistics هاي جدا مهمة is not an integral part of a quantitative study. يعني أنا مش بحكي إنه الquantitative يعني statistics ما عندي statistics يعني مو quantitative. No. The main function السبب الحقيقي لوجود الstatistics is to act as a test to confirm or contradict the conclusions that you have drawn on the basis of your understanding of analyzed data. أنا جمعت data عملت لها analysis وصلت لconclusions. حلو؟ أنا كيف بدي أتأكد أو أعارض هاي الconclusions باستخدام الstatistics، ولكن أنا من دونها بوصل لconclusions. هاي شغلة كتير مهمة لازم نعرفها بالquantitative study. The use of statistics is not an integral part of a quantitative study. أوكي؟ خلينا نروح على الصفحة الثالثة ونحكي عن الstatistics among other things. أوكي؟ help you to quantify the magnitude of an association or relationship. تمام؟ فخلنا نحكي شو هو اللي بنستفيد إحنا من الستاتيستيكس غير إنه أوكي أنا بعمل confirm or contradict للconclusions اللي أنا وصلت لها. تعمل لي quantification of the magnitude of an association or relationship، تحسب لي مقدار الارتباط أو العلاقة between the variations اللي أنا بدرسها. provide an indication of the confidence you can place in your findings. يعني توصلت findings أنا قديش ممكن أبني ثقة في هاي findings أو أبني ثقة مثلاً society بهاي findings هي statistics اللي معمولة عليها. and help you to isolate the effect of different variables. أكيد في عندي متغيرات عدة، لو أنا بدي أعممهم أنظمهم فبحتاج أكيد statistics. quantitative research highlights trends across data sets or study groups. هذا quantitative but not the motivation behind observed behaviors. يعني أنا بدرس الهايلايتس بس إيش across data sets or study groups، ولكن ما بدرس الموتيفيشن behind observed behaviors، يعني ما بعرف why. ببساطة this means that the quantitative research doesn't provide insight into why people feel, think or act in a certain way. هذا السؤال لو أنا طرحته ما بفيدني الـ quantitative research. هلا خلينا نحكي عن الـ characteristics of the quantitative research، وهم الخصائص اللي بتميز فيهم الـ quantitative research عن الـ qualitative research. مبدئيا هم إلهم ارتباط كتير كبير للي حكيناه ورا، يعني هم تقريبا تلخيص على شكل نقاط. It deals with numbers to assess the information، which is إشي إحنا ناقشنا. Data can be measured or quantified. هذا إشي برضو ناقشنا. It aims to be objective. هاي خاصية كتير مهمة. هو بيهدف لأنه يكون objective موضوعي. Findings can be evaluated using statistical analysis. So, أنا كيف ممكن أعمل evaluation للfindings اللي إحنا حكينا إنه statistics بتساعدنا عليها؟ statistical analysis أكيد رح يساعدني على findings، أو خليني أحكي أعمل evaluation findings. It represents complex problems through variables. Okay؟ So ببساطة هاي الجملة بتعني على إنه أنا كيف بدي أمثل problem معين أنا بدي أدرسها، ببسطها على variables، والvariables برجع أعمل عليها analysis و statistics لحتى أوصل للfindings. Results can be summarized, compared or generalized. وهي شغلة كتير مهمة لازم نعرفها وهي مميزة. تمام؟ رح نعرف تحت إنه هاي generalized مش ما نحطت هيك، هي حرفيا it is generalized to the population or to the sample. أوكي؟ يعني أنا أخذت السامبل من population معينة، النتائج اللي أنا طلعتها ما بتنطبق بس على السامبل، بتنطبق على population اللي أخذ منها السامبل. They can be compared and summarized. هذا إشي كثير easy using the quantifiable numerical data. هلا خلينا نحكي عن the main advantages of quantitative research. شو هي المميزات اللي بتخليني إنه أفضل the quantitative research في بعض الحالات؟ Findings can be generalized to a specific population. هذا إشي كثير منيح وإشي بيدعم the findings اللي إحنا بنوصلها. Data sets are large and findings are representative of population. تقريبا تابع على اللي قبلها. عندي أنا قدرة على إني أجمع كمية هيوج من الداتا، فهذا الإشي بيساعدني على إيش؟ على إنه تكون الـ findings generalized to the population، representative to the population، تعبر عن الـ خلنا نحكي شريحة الناس اللي أنا عملت عليهم الـ research.
the sample size very okay the sample size is very large and the more sample size is large the more the findings of the study is valid which is كتير منطقي كيف research احنا بنحكم عليها valid ولا لا بنشوف هم ايش اختبروا اذا اختبروا مثلا خلينا نحكي شريحة سكان معينين في دولة معينة وهاي الدولة كتير بعيدة عني ومناخها كتير بيختلف عني ظروفها بتختلف عني صعب أعتمد هاي الريسيرش على أشياء بالنسبة للبلد اللي أنا فيه أو البوبوليشن اللي أنا عايش فيه. Unlike the qualitative research, the analysis of data in a quantitative research is based on statistics software. وهاي ميزة كثير 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 مهمة بالquantitative research. We use computer. So it can easily handle a huge amount of data. يعني الفكرة بأنه أنا إذا كنت قادرة على أني أحصل على a huge amount of data يعني مرحلة ثانية وهي الأناليسس للداتا فأنا إذا ما قدرت أعمل أناليسس للداتا ما في وسم من الريسيرش فلما يكون عندي كمبيوتر فهذا إشي كثير بيساعدني على الوقت والجهد. Documentation regarding the research framework and methods can be shared and replicated with standardized approaches permit the study to be replicated over time. ببساطة هذول النقطتين بيحكوا لنا عن برضو إحدى المميزات اللي بتميز فيها الـ quantitative research بأنه أنا ممكن أقدر أعمل توثيق للفريمورك اللي مشيت عليه في الريسيرش والميثودز اللي أنا اتبعتها وممكن بكل سهولة شو أعملها replication ممكن أنسخها وأطبقها على ريسيرش أخرى ممكن أعملها شيء ممكن أشيرها لعدة ريسيرش ممكن يستخدموا نفس الداتا لديفرنت خلينا نحكي study تدرس جانب آخر من الداتا اللي أنا جمعتها. Standardized approaches permit the study to be replicated over time. نفس المعنى بس للتكرار خلينا نأكد عليها. الطريقة الابروتش اللي أنا بتبعها في الكوانتيتيف تسمح لها إنها تكون قابلة يعني إعادة التطبيق والنسخ. Main limitations of the quantitative research. شو هي الأشياء اللي بتحد من the quantitative research يعني خلينا نحكي disadvantages. Data does not provide evidence for why populations think. Okay, هذا ال why إحنا ما مجاوب عنه بال quantitative research. Why population think, feel, act in a certain ways. هاي الأشياء إحنا ما بتناولها بال quantitative ومعنا هاي أشياء جدا مهمة. ولكن زي ما حكينا حسب وجهة نظرنا من الدراسة حسب الهدف من الدراسة حسب لإيش بدي أستخدم نتائج الدراسة هذا إيش رح حدد إنه quantitative أو qualitative. Okay, specific demographic groups, particularly vulnerable or disadvantaged groups, may be difficult to reach. وهذا إشي كثير منطقي. يعني أنا لو بدي أعمل دراسة مثلاً في مناطق نائية، في مناطق في مثلاً ظروف معيشية صعبة، صعب أوصل هناك. وإذا وصلت هناك صعب برضو أمشي الدراسة هناك. Studies can be time-consuming. إشي جدا منطقي بأنه تكون time consuming و require data collection over long periods of time. ببساطة ال collection of data needs time و بشكل عام study أكيد it's time consuming خاصة إذا كانت في مناطق أو demographic groups that are difficult to reach. هلا بالنسبة لل qualitative research وهو النوع الثاني من ال research. Qualitative بتناول quality خلينا نحكي عنه أكثر. The qualitative research is linked to the quality concept. Quality refers to what, how, when, where and why. فهو أكثر شمولي من ناحية أتعمق في الفينومين، أتعمق في البروبلم، أتعمق في الإشيو. Qualitative research refers to the meanings, concepts, definitions, characteristics, symbols, رموز، المعاني، التعريف، المصطلحات، الوصف الأشياء. And we can get these by interviews and observations. So هو الشيء الهايلايت بالqualitative research. Interviews and observations هي الأشياء المقابلات والملاحظات اللي أنا بشوفها على الpopulation هي اللي بتساعدني. A study is classified as qualitative if. Okay, متى أنا بحكي عن study معينة إنها إيش qualitative. If the purpose of the study is primarily to describe a situation, phenomenon, problem or event. إذا أنا هدفي كان من الدراسة إني أعمل وصف لظاهرة لمشكلة لإيفنت معين. The information is gathered through the use of variables measured on nominal or ordinal scales, qualitative measurement scales.
بالنسبة للنومينال والأوردينال سكيلز، إحنا بنقصد في النومينال هو إني أطلق اسم أو أوصاف على variables معينين، أوكي؟ ممكن أحطها ضمن categories، I order it in categories. فإحنا عنا طريقتين للتعبير عن variables بالquantitative، هو مش إشي يعني يعتبر أسهل من الquantitative، لأنه الquantitative نوصل لنمبرز وسهل نتعامل معهم بعدين، ولكن بالكواليتيتيف الشغلة بدها جهد أكثر، بدها تكون يا إما وصف، إطلاق وصف على ظاهرة معينة أو observation معين during الانترفيو، أو ممكن تكون ضمن ordinal scales، يعني بعمل scale معين، مقاييس معينة، categories معينة بصنف فيها الـ observations، وهي عبارة عن الـ qualitative measurement skills اللي هم الـ nominal or ordinal skills. The analysis is done to establish the variation in the situation, phenomenon, or problem without quantifying it. أنا التحليل اللي بدي أعمله لا الـ الـ الاختلافات اللي أنا بدرسها في situation معين أو بشكل عام دراستي لظاهرة معينة بعملها، ولكن ما بحسب مقدار الـ variation. أنا ببحث أعمق، ببحث ليش بيصير، كيف بيصير. Qualitative research provides a holistic view for the social phenomenon. يعني أنا عندي مثلاً ظاهرة معينة برجع أحكي، هي عبارة عن Qualitative research بتبين لي a holistic view، النظرة العميقة والشاملة للphenomenon. Qualitative research answers how questions rather than how many. هذا يعني clear a difference between the quantitative and the qualitative research. في عن هاي المقولة it looks at X، وصفاً للqualitative research it looks at X in terms of how X varies in different circumstances، لاحظوا العمق في دراسة X، rather than how big X is or how many X's there are. يعني ما بدرس how big or how many، أنا بدرس كيف بيختلف في different في ظروف مختلفة. The qualitative research seeks to understand a given research problem from the perspective of the local population it involves. خلينا نحكي بأنه the qualitative research بيهتم بالpopulation أكثر. كيف يعني بيهتم بالpopulation أكثر؟ إحنا بالtwo types of research اللي درسناهم، yes بيمسكوا population، بيجمعوا منهم data، ولكن أنا حكينا بالquantitative بأنه الquantitative عبارة عن دراسة بتكون objective، يعني أنا بتناولها من دون أي وجهات نظر من population نفسه أو من السامبل اللي أنا بدرسها، ولكن بالquantitative هذا الشيء جدا مختلف، أنا بتناول problem من perspective of the local population، بتناولها من وجهة نظرهم وكيف بينظروا لهاي problem مثلا. It is effective in obtaining culturally specific information about values, opinions, behaviors, and social contexts for specific populations. هاي شغلة برضو بتميزه لأنه هو بيتناول specific population. حتى أنا النتائج اللي بوصلها ما بقدر أعممها، ليش؟ لأنه أنا بدرس specific populations، ولما أدرس هاي الداتا أو الinformation بجمعها بناء على الفاليوز اللي عند هاي الكالتشر مثلا، بناء على الاوبينيونز، بناء على قيمهم، عاداتهم، تقاليدهم، ارائهم، تصرفاتهم، اوضاعهم الاجتماعيه، هاي كلها بتحدد لي الانفورميشن اللي انا بجمعها. Describes how people experience a given research issue. نفس الوقت يعني احنا بنحط حالنا محل البيبل اللي احنا بندرسهم. We use qualitative approaches to make a description of an observed situation. Okay, ممكن تكون historical enumeration of events and account of different opinion that people have about an issue. فهم بحكي لنا بأنه the qualitative approaches، تمام، إيش بتتناول خلال جميع الinformation؟ بتتناول الوصف للobserved situation and situation من بوجهة نظر عامة، الhistorical numeration of events للsituation أنا بدرسها، يعني شو تاريخها، شو تم توثيق أشياء عنها، وaccount for different opinion that people have about an issue. فأنا بتناول opinions، الhistorical numeration of events، و description للsituation بشكل عام، description of an observed situation. For example, if we are doing a study about the factors for influencing safety culture in hospital, we have to make interviews to see the opinions and to make a description for the factors that might influence in patient safety culture in their environment. هذا مثال بيحكي لنا يا بسيط إنه
إن أنا أعمل دراسة عن العوامل اللي بتأثر لي على السيفتي، أوكي السيفتي يعني على البيئة الآمنة في الهوسبيتال. فلازم نعمل انترفيوز لنشوف آرائهم ونعمل وصف عن العوامل اللي ممكن تأثر لي على البيشنت سيفتي ضمن البيئة اللي أنا أجري عليها الدراسة. Qualitative research، مقولة أخرى، qualitative research offers unique opportunities for understanding complex situations. هو إشي كتير طبيعي، يعني أنا إذا بدي أحكي عن الهيستوري والobservation والpeople's interviews فهذا إشي كثير بيسهلني على الunderstanding للcomplex situations. Qualitative research is concerned with the concepts of idiosyncratic characteristics of a select group. توضيح أكثر. The findings or theory may only applicable to a similar group. بمعنى أبسط، the qualitative research رح يتناول لي characteristics بتكون idiosyncratic، يعني idiosyncratic يعني تتناول لي specific okay characteristic ل specific group. Therefore النتائج اللي أنا رح أوصل لها طبيعي تكون لا تعمم، وهذا إيش حكينا عنه قبل لما مثلا ندرس culture معين ضمن بيئة معينة ضمن عدة ظروف تقريبا هي اللي يعني هي فعلا culture unique. ما ممكن أنا أطبق مثلا culture في هاي البلد على culture أخرى في بلد ثاني بتمر في ظروف أخرى، خاصة أنه إحنا بهاي الدراسة نهتم بكل الجوانب من الريسيرش وبالpopulation نفسه كمان. Qualitative research seeks to understand the phenomenon under study in the context of the culture or the setting in which it has been studied. Neutralistic. يعني أنا ما بدرس الفينومينن لحالها بالqualitative. Okay. أنا بدرس الفينومينن بالspecific culture والpopulation دي أنا بدرسه. Adjectives like rich, deep, thick are used when talking about qualitative research. لما بدي أحكي عن qualitative research بإيش ممكن أوصفه؟ بإنه عميق، غني، thick. يعني خلينا نحكي هو بيدرس عدة جوانب فطبيعي إنه يكون بينوصف بهاي الـ adjectives. The qualitative perspectives according to James Spradley. James Spradley حط عدة perspectives أو خلينا نحكي أهداف الريسيرشر من الكواليتيتيف. يعني أنا عندي كواليتيتيف ريسيرشر، شو بدك تعمل؟ يعمل هاي الأشياء. Understand the world from participant point of view. يعني أنا ما باخذ حكيه وبكون objective وبعمله variables وdata. No. أنا باخذها من وجهة نظره هو. Know what the participant knows in the way the participant knows it. ما بحاول أدخل الأشياء اللي أنا already بعرفها على اللي بيحكي الparticipant أو على اللي باخذه من الparticipant. لا، أنا برضو يعني هي بتدعم الأولى. The participant's point of view، وجهة نظر الparticipant أو اللي أنا بجي عليه الدراسة. Understand the meaning of participant experience. بدي أتفهم وأفهم الـ experience اللي مر فيها الـ participant. Walk in the participant's shoes to feel things as he/she feels them. ببساطة أحط حالي محله. Explain things as participant explained them. يعني كيف وصف لي إياها؟ أنا ما بحطها in my own words. No. أنا بأخذها بالطريقة اللي بالضبط، أنا ما بصيغها بطريقة الخاصة، بأخذها بالطريقة اللي صاغها الـ participant. Characteristics of qualitative research. شو هم الخصائص اللي بيميزوا لي qualitative research؟ The focus is on process, understanding and meaning. تركيزي بيكون هون على العملية كاملة، على الفهم وعلى المعاني اللي موجودة من الانترفيوز اللي أنا باخذها مثلا. أنا بهتم بأعمق الأشياء. It is a deep research. Qualitative research is an effort to understand a situation. أفهم situation in their uniqueness as part of a particular context and the interaction there. يعني دراستي للsituation إشي، ودراستي للsituation بوضعها المميز ضمن سياق معين، ضمن population معين، ضمن مكان معين، وتفاعلها في هذاك الـ context في السياق. It's not necessary attempting to predict what may happen in the future, but to understand the nature of that setting. أنا مو مهم
مو مهم إني أعمل توقعات إنه شو ممكن يصير بناء على أنا جمعته، أنا بهمني أفهم شو الموجود. And what it means for participants to be in that setting. أنا بدي أحط حالي محل participants وأفهم. How their lives are in that setting to be able to communicate with patients in that setting. ببساطة بالpoint of view أو context أو السياق الموجود موجود في participants أنا بدي أفهم. ومش بزيادة على إني أفهم، مش مهم إني أنا أعمل خليني أحكي افتراضات أو نتائج أو خليني أحكي توقعات على اللي أنا وصلت له. Researcher is the primary instrument of data collection and analysis. إذن بالqualitative research, who is the primary instrument of data collection and analysis? The researcher. اللي المسؤول عن الدراسة، الباحث. Since the understanding is the goal of this research, the human instrument which is able to be immediately responsive and adaptive, and the human is the tool that collect and analyze data by different ways such as the interviews. ببساطة اللي بحكي لنا اياه هون بانه انا لو لنفرض جيت على مجموعة من الparticipants واعطيتهم استبيان، حكيتهم عبوا لي هذا الاستبيان، بدي اجمعهم واعمل عليهم analysis وتحليل واتوسط النتائج. ببساطة أنا هون ما قعدت مع الparticipants، ما عملت معهم مقابلات، ما شفت البادي لانجويج، ما سمعت أسلوب حكيهم، شو حكوا، كيف حكوا، مدى تأثرهم باللي حكوا مثلا، أي علامات ممكن تدلني على أشياء غير اللي بيوصل لي، على أشياء غير اللي بتنكتب في الاستبيانات. The researcher can expand his and her understanding through non-verbal as well as verbal communication. ممكن أنا زي ما حكينا أشياء ما بتوصلني عن طريق جمع الداتا، طرق جمع الداتا العادية مثلا عن طريق خلينا نحكي الاستبيانات وأي طريقة أخرى ما لها علاقة في الانترفيوز والمقابلات. أنا بهاي الطريقة ما رح أحصل لا على non-verbal أوكي ولا على verbal، هاي أشياء كلها بحصل عليها أو محتاجها، أنا محتاجها بالكواليتيتيف. لهيك أنا ريسيرشر إشي مهم عندي، لأنه إذا ما في ريسيرشر هاي ريسبونسيفنس الموجودة عندي بالانترفيوز ما رح أحصل عليها. So ممكن استفيد بالفيربل الكوميونيكيشن والنون فيربل، يعني التواصل المحكي والغير محكي، والكروسز انفورميشن، عندنا الكلاريفاينج سمرايزنج ماتيريال، تشيك وذ ريسبوندنتس فور اكيوريسي، يعني ممكن أنا برضو أعمل تشيك أعرف مقدار الدقة اللي أو صحة الأقوال للبارتيسمنت. Of interpretation and explore unusual responses. مثلا إذا كان عندنا response كان غريب unusual، هاي الشيء لازم أعملها document، لازم أسجلها، هاي part of the research وأنا بدي أدرسها. All of these are other advantages that we get when the researcher is the primary instrument. هاي الأسباب اللي بتخليني أنا أختار researcher as الأداة الرئيسية بالqualitative research. The process is inductive. Inductive بمعنى تمشي مع التيار، okay؟ يعني بنعمل إشي بنروح للي بعده. The researcher gathers data to build concepts. حلو؟ Theories, hypothesis, rather than deductively testing the hypothesis as in quantitative research. يعني أنا ما باجي بكون محضر الhypothesis فرضيتي سؤالي ويلا بدي أختبره، لا. فكرتي أنا من الqualitative بروح بجمع data، okay؟ I build، أنا ببنيهم، ببني الconcepts، ببني theories، ببني الhypothesis، مش بعمل testing الhypothesis أنا already عملتها زي اللي بالquantitative research. The product is richly descriptive، وهذا إشي كتير طبيعي إنه rich. إحنا ليه بنحكي عنها rich؟ لأنها richly descriptive توصف لي ظاهرة بطريقة يعني جدا غنية ووافية. Words and pictures are used rather than numbers are used to convey what the researcher has learned about a phenomenon. يعني أنا اللي بلخصه ما بلخصه على شكل numbers أكيد لأنها qualitative، بلخصها على شكل pictures, words, وصف، كلمات، صور. There are likely descriptions of the contexts, the context, the participant involved and the activities of interest in addition. Data in the form codes from documents field notes and the participant interviews. ممكن يكون excerpt from video, electronic communication or a combination of these are always included in support of the findings of the study. كيف ممكن أنا أعمل support للfindings؟ مو بس الinterviews، ممكن أنا
غير الانترفيوز يكون عندي فيديو اوكي مقابله لا بارتيسيبنت. هذا الفيديو ممكن استخدمه انا ك documentation واخذ منه داتا. electronic communication تواصل الكتروني، اصلا documents عندنا موجوده من قبل مثلا او notes موجوده من قبل، هاي الاشياء كلها بستفيد منها. purposes اهداف الكواليتيتيف، انا شو بدي ادرس، يعني انا شو بدي تكون اهدافي لاني انا اروح على الكواليتيتيف. بدي اعمل describe لفينومينن، بدي اوصف ظاهره. understand the issue افهم المشكله. explain the problems in the research افهم المشكلات الموجوده واحدد العوامل المؤثره في هذه المشكله identify factors. develop a framework to a specific process، يعني لازم يكون عندي او خليني لازم يكون لازم اتوصل اوكي لفريمورك لنهج بيمشي عليه specific process انا عامل الريسيرش عشانه. generate theories regarding to a phenomenon، هذا ايش حكينا قبل، احنا ما بنيجي يكون عندنا ثيوري وبنختبرها، لا احنا عندنا بنفوت نعمل الانترفيوز داتا، بعدين بنعمل من هناك بنولد نيو ثيوريز و افتراضات او اسئله. اوكي هلا خلصنا الكوانتيتيف، خلصنا الكواليتيف، اول تو تايبس من الريسيرش. هلا وصلنا عند mixed method research. The last type of research is the mixed method research. The mixed method ببساطة هي mix between the quantitative and the qualitative، وأنا بحسها صراحة من أحلى أنواع research لأنها بتجمع ما بين، خلنا نحكي الأدفانتجز اللي بديها من الكوانتيتيف وما بين الكواليتيتيف، تدرس لي الجوانب اللي أنا مثلا غفلت عنها بإحدى الأنواع إذا اخترت واحد منهم. فthe research problem itself should be determined okay or should determine whether the study is carried out using a quantitative or a qualitative methodologies. حكينا قبل هدفي ال problem الموجود عندي اللي أنا بدي أدرسه هذا اللي يحدد لي إذا كان quantitative أو qualitative. The quantitative research methodology dominated the first half of 20th century. But in the second half of the century, some researchers began to consider the qualitative methodology as a better choice for addressing social research. هلا في هذاك الوقت احنا لازم نعرف بانه ما بين الكوانتيتيف والكواليتيف they both have advantages and disadvantages. ما بقدر انا احكي انه الكوانتيتيف او الكواليتيف احسن، ولكن في تاريخ، خلينا نحكي تاريخ الريسيرش، احنا لازم نعرف انه الكوانتيتيف ريسيرش كانت موجودة في الأول نصف من القرن العشرين، وهذا إشي ما بيدل على أنها الأقدم، يعني الأجدد اللي طلع هو أحسن منها، لا، بس هو تم اتباع نهج الـ quantitative research في هذا الوقت. بس بالسكند هاف بعدين تم يعني اختيار الميثودولوجي للـ qualitative research واعتبروه الـ better choice. ليه الـ better choice؟ ومنطقيا يعني إذا كانوا quantitative تمام رح يشوفوا أي إشي جديد أفضل من اللي قبل، ولكن هذا ما بنفي إنه إحنا بحاجتهم الاثنين. What makes the mixed method unique؟ okay. شو بخليها unique؟ Is the triangulation method that uses different types of data method that gives us a deep and comprehensive understanding of phenomenon. يعني لو بدي أعرف يعني الفينومينون in the deepest way بطريقة comprehensive وأفهمها من جميع جوانبها الـ quantitative والـ qualitative، فهذا الشيء بيساعدني في الميكس ميثود اللي احنا بنسميها التريانجوليشن ميثود. Both the qualitative and the quantitative approaches have their strengths and weaknesses and advantages and disadvantages. Neither one is markedly superior to the other in all respects. ببساطة يعني برجع عيد اللي حكيته بانه احنا ما بنفضل الكواليتيتيف على الكوانتيتيتيف، مش لانه واحد طلع قبل الثاني ولا لانه هذا ديب وهذا بيتناول numerical data، لا إحنا we need them both. Mixed method research combines both the qualitative and the quantitative approaches. So for example, suppose you want to find out the types of service available to victims of domestic violence in a city and the extent of their utilization. فأنا بدي أعرف شغلتين أوكي، بدي أدرس شغلتين وشغلتين متباينات. بدي أعرف أنواع service الموجودة لضحايا العنف المنزلي، بدي أعرف لأي درجة أوكي لأي درجة مقدار أوكي فائدتهم أو أثرهم. types of service منطقيا إحنا هون بدنا two types of research، يعني بدرس جانبين متباينين
من الـ services. أوكي، فلازم أعرف بإنه أنا بدي إشي للـ types وإشي للـ extent of their utilization. Types of service are the qualitative aspect of the study, as finding out about them entails description of the services. لما أعرف أنا types فأنا بدي أعرف description, which بيودينا مباشرة على qualitative aspect of the research. The extent, okay, of utilization of the service is the quantitative aspect. ليش؟ ببساطة أنا لأي درجة مفيدة هذا أنا إشي بحتاج قياس. إذا the quantitative aspect, and it involves estimating the number, okay, the number of people who use the service and calculating other indicators that reflect the extent of utilization. فببساطة هاي إحدى الأمثلة اللي أنا بحتاج فيها للميكست method of research that combines the qualitative and quantitative aspect of research. Mixed method definition. Okay, mixed methods research is an intellectual and a practical synthesis based on the qualitative and the quantitative research. هذا إيش إحنا بنعرفه. It is the third methodological or research paradigm. هو النموذج الثالث اللي ممكن أتبعه أو type الثالث لإيش؟ لresearch. Along with a qualitative and a quantitative research. As we can see in the definition, okay, definition is the mixed methods definition. The definition stresses the power of the mixed method approach to often give the most informative, complete, balanced, and useful research outcomes. أكبر مثال هذا الإكزامبل. هذا الإكزامبل أنا لو اتبعت لي qualitative approach بس رح أدرس إيش؟ رح أدرس the types of the service. إشي مش كتير عميق يعني ما بيحيط لي بكل السيرفس. إذا بدي أدرس بس الكوانتيتيف رح أعرف قديش عليها إقبال، قديش بتفيد ضحايا العنف قدي. فإحنا رح ندرس برضو جانب ثاني ولكنه بعيد عن الجانب اللي أنا مثلا أو بعيد عن العمق اللي بدي أوصله هذا السيرفس. فإذا كان هدفي إني أعمل in-depth understanding فأنا أكيد بحتاج الميكست ميثود. The mixed method research significantly improves the generation of research questions, which become more holistic and diverse as depth the answers to those questions. أكيد إذا كانت ال research نفسه إذا كان نوع ال research بيعمل لي findings, okay, وبيجمع لي data بشكل عمق, okay, بشكل أكثر عمق, فأكيد ال questions اللي أنا راح أتوصل لها. تمام، رح أعملها generation بعد ما أطلع الفايندينجز من الريسيرش بتكون أكثر شمولية وإيش بتلم بجانب اللي أنا بدرسه بشكل عميق أكثر. The mixed method research is likely to yield more comprehensive and holistic findings when studying a complex phenomenon. فإحنا في الcomplex phenomenon كثير بنحتاج mixed method research and you are the complex بتحتاج لأشياء شاملة لجميع جوانب هاي الفينومينال. هلا بنحكي عن موضوع خلينا نحكي مش منفصل ومرتبط ارتباط وثيق بالريسيرش لأنه من دون ريسيرش إحنا صعب نطبقه, وهو إيش؟ الـ evidence based practice. هلا إحنا عنا هون في هذا الشكل ثلاث دوائر رئيسية وخلنا في ثلاث أشكال ضمن الشكل الكبير. عنا patient values قيم الـ patient نفسه. Okay, the best research evidence. وهذا الإشي أنا اللي مرتبط ارتباط وثيق بالإشي اللي إحنا درسناه قبل اللي هو research اللي حوصلني لفايندينجز لإثباتات. ممكن مش إحدى الأيمز لل research هو إنه exploration. Okay, فأنا ممكن أتعمق في ظاهرة معينة وهذا يعطيني evidence. Clinical expertise ال نفسهم الكلينيكال فيلد اللي بيشتغلوا في المجال الطبي عندهم مهارات العلوم اللي بيتعلموها في الجامعات بيكتسبوها المهارات اللي بيكتسبوها في المستشفيات. هالأشياء كلها مجتمعة تجتمع في evidence based practice. When the three elements above overlap, we will have the best practice in the evidence based medicine. Evidence based practice السلوكيات المبنية على الدليل, وهذا أكثر إشي ممكن يكون صحيح ودقيق وأقل أخطاء. طبعا الـ evidence based practice مش بس بالميديكال فيلد,
is the use of mathematical estimates of the risks of benefits and harm derived from high quality research on population samples. فعندي أنا high quality research وعندي population samples اللي عملت عليهم الريسيرش وطلعنا mathematical estimates لقديش في عندي مثلا دواء أوكي وعملت عليه research على specific population. هلأ إحنا طلعنا بأنه مثلا نسبة الشفاء كانت كذا، نسبة side effects كانت كذا، هاي الأشياء كلها بتحفزني على أني أنا أوصف هذا الدواء ولا ما أوصف هذا الدواء. وأكيد clinical decision making in the diagnosis, investigating or the management of individual patient كثير بستفيد من mathematical estimates اللي بتنتج من high quality research. Usually when we are going to have the reasonably accurate answer to research, we should focus on the systemic inquiry that aims to generate a new knowledge. رح كون هنا أنا أفضل أنواع الريسيرش اللي ممكن أعملها هو الريسيرش اللي أنا بيحفزني على generate new questions، وهاي new questions أرجع أعمل عليها new research، أو أني أعمل research ويوصلني ل new knowledge يعني المعلومة الجديدة. يعني أنا مش بعمل research لأثبت فعالية الدواء، لا، أنا بعمل research لأكتشف new side effects للدواء. ممكن أكتشف أعراض جانبية جديدة ما ظهرت قبل، ممكن أكتشف الأعراض الجانبية على المدى البعيد مش على المدى القصير كمان. When we follow the evidence-based medicine approach to the clinical decisions, making all sorts of issues relating to the patient will promote you to ask questions about the scientific evidence. فأكيد إحنا evidence-based medicine هو كيف نوظف كل العلوم اللي من الريسيرش والعلوم اللي أنا تعلمتها والpatient's values، هاي كلها أوظفها لمصلحة الpatient. Seeks answer to those questions in a systemic way, so we will have alteration to the professional practice accordingly. فإحنا أكيد نمشي على طريق سيستميك وطريقة منظمة. أي إشي مبني على ريسيرش فرح يكون منظم، هذا إشي هيساعدنا في إيش أو رح يأثر على البراكتس وبيخليه يكون more professional. Here are some examples of medical interventions, okay, that have a significant role on the population, okay, or community or individual as well, and they show why we need evidence. فهاي إحدى الأمثلة اللي إيش اللي فعلا بتخلينا نعرف إحنا ليه بنحتاج ال research أو ليه بنحتاج ال evidence لنعمل أي إشي له علاقة خاصة بال medical field. دكتور سبوك، أوكي خلينا نحكي عن هذا ال example. He was an American pediatrician، طبيب أطفال أمريكي، whose book اسمه The Baby and Child Care has been read by millions across the world. حلو، يعني عنده كتاب ناجح. In 1958 بعام 1958 نصح الparents to put their babies to sleep on their stomachs. Okay, his reasoning was that if a baby is going to vomit، إذا احتاج الطفل إلى أن يستفرغ، he or she would be more likely to choke if he she was placed on her back. فحجته كانت إنه إحنا أنا بنصح البيبيز بإنهم يناموا على بطنهم. ليه؟ لأنه إذا ناموا على ظهرهم فاحتمالية إنهم يختنقوا لما يستفرغوا عالية. عام 1989 the researcher Peter Fleming، يعني خلنا نحكي researcher غير الدكتور سبوك اللي هو صاحب الكتاب اللي هو pediatrician طبيب أطفال، يعني متخيلين طبيب أطفال، okay، made an association between the cot death اللي هو sudden infant death syndrome and babies being put to sleep on their fronts. إذا بيتر فليمينغ إجا وجاب لي evidence من research عارض اللي حكى عنه دكتور سبوك، مع أنه دكتور سبوك pediatrician، دليل على أنه أنا clinical expertise ليست كافية، كمان إحنا بنحتاج evidence من research. هي ما يعمل ارتباط ما بين الموت الأطفال أوكي وال sudden infant death syndrome اللي يسمى sudden infant death syndrome، اللي هو الظاهرة أو متلازمة الموت المفاجئ للأطفال، وموت أو يعني ربط ما بين موتهم وما بين نوم الأطفال على بطونهم على الفرونتس. A campaign، أوكي هاي بعد يعني إحنا كنا ب 58 الكتاب، ب 89 الريسيرش، ب 1991 a campaign، okay، حملة سموها back to sleep، advised parents to abandon
دكتور سبوك ادفايس اند لي بيبيز اون ذير باكس. فنصحت يعني عندنا ريسيرش نصحت على انهم ما يناموا على او ربطت ما بين الدث وما بين النوم على اتباعا لنصيحه دكتور سبوك، وكامبين بال91 اجت وبرضو يعني نصحت البيرنتس انه لا سمحتوا ما تتبعوا دكتور سبوك، نصيحه دكتور سبوك. عام 1989 برضو في نفس العام there were nearly تقريبا 1500 cot deaths okay اللي هم اللي سماها sudden infant death syndrome in UK babies. Now there are around يعني only 300 survived من 1500 يعني اللي اللي deaths. فيعني شايفين الفرق ما بين 300 حاليا وما بين 1500 على انه كان في ارتباط فعلا ما بين sudden infant death syndrome وما بين نوم الاطفال في او نوم الاطفال على الاستومك. دكتور سبوك's origin advice wasn't accorded by any clinical evidence. وهي احدى الاثار اللي بتورجينا على انه يا جماعه اشتغلوا بناء على evidence. دكتور اللي نصح على انه فيس اب عندنا احنا هذا السلم الزمني خلينا نحكي او الخط الزمني بيبين لنا الكتاب مشينا بالسنين عندنا first time. لاحظوا احنا عندنا multiple studies على فكرة، يعني احنا لما يكون عندنا one study هذا لا يعني انه خلص الستدي اثبتت في ارتباط ما بين موت الاطفال ونوم على نوم والنوم على الاستومك، فهذا يعني انه stop في ارتباط. نو no. لازم يكون في عدة research بتالي اشياء. يعني the first study suggests harm, second suggests harm, three further studies اوكي okay. كمان ثلاث بس اثنين منهم suggested harm، واحدة منهم ما عملتش ارتباط. بعدين الكامبين، بعدين صار عندي systemic review published وتم اثبات على انه يعني في فرق بالذس فاكيد في ارتباط بيناتهم. Another example that highlight the significance of the evidence-based medicine on the individuals, community and country levels is the thalidomide. إحدى كمان الأمثلة اللي فعلاً بتورجينا قديش جداً مهم الـ evidence-based medicine على التأثيره على الكوميونيتي وعلى الفرد وعلى مستوى الدولة كاملة هو الثاليدومايد. الثاليدومايد هو دواء تم تطويره عام 1900 يعني في الخمسينات in Germany as a drug to aid sleep. فهو كان هو الثاليدومايد هو عبارة عن دواء مخدر وبيساعد على السليب، وبنفس الوقت اكتشفوا على انه very effective at treating morning sickness in early pregnancy في الغثيان تشرفي المرأة الحامل في شهورها الأولى. It was available over the counter from pharmacies in Germany ب 1956 and with prescription بال UK 1950. يعني كانوا ماشيين عليه تمام بالدواء، كان بالفارماسيز ب جيرماني بال 56 وبال UK موجود بال 58 ولكن بيحتاج لبرسكريبشن. عام 1961 it became apparent that it causes serious abnormalities in developing fetus. تخيلين الحجم الكبير من الضرر، يعني صراحة ضرر يعني جدا جدا قوي، وهذا دليل على انه فعلا مهمة الـ evidence-based medicine. يعني مش اشي خلينا نحكي ممكن نضيفه لنحسن الاداء او العلاج او البروسيس، لا هو شغلة essential. It's difficult to know how many babies were damaged by thalidomide but it is widely believed that 10,000 were born worldwide and there is 3,000 survived today. يعني صعب انهم يعرفوا كم فعلا كم بيبي تم التأثير عليه من خلال الثاليدومايد اللي اخذته امه خلال الحمل، ولكن يعني تم تقريبا اتفاق على انه 10,000 تقريبا تم ولادتهم عالميا و 3,000 منهم عاشوا لحد الان. Why was the damage of this drug not anticipated? طيب كيف هذا الدواء بنباع بالصيدليات وما توقعوا على انه يضر الفيتس؟ Because when the drug يضر الجنين. Because when the drug went into early testing on laboratory animals, none of these were pregnant and it is potential to cause serious damage to developing fetus was not appreciated. ببساطة هم ما توقعوا على انه بيضر the pregnant woman والفيتس، لانه لما عملوا عليه تجارب ما شملوا الانيمالز ذات ار بريجننت، يعني ما كان لهم سبيل لا يعرفوا، ما ببساطه ما اختبروا تاثيره على البريجننت وومن
الـ infants، وخلينا نحكي على الـ fetuses. We learned from that. So now we don't give the vaccination of COVID-19 to pregnant women and children whose ages are less than 18 because the trials that made on vaccination didn't contain the pregnant or kids participants. طبعا حاليا عم نستفيد احنا من كل اخطاء اللي بتصير الحمد لله، والكوفيد 19 vaccination لما طلع كان لسه ما كان من هين عليه كل الريسيرش، لحد الان عم نعمل عليه ريسيرش. فالفكره بانه لما طلع تمام ليكونوا في السيف سايد، لا يعطى لا للمرأة الحامل ولا للأطفال اللي هم تحت سن 18 لأنه ما كان مثبت أنه آمن عليهم في هذاك الوقت. طبعا What can prevent the common cold؟ سؤال ممكن يخطر على بالنا، شو هي الأشياء اللي اجتمعت العائلات والثقافات والدول على أنه ممكن يعمل prevention للcommon cold لنزلة البرد؟ Vitamin C، فيتامين دي، الجارليك، كمان طبعا الفيتامين سي والفيتامين دي يعني هم الأدوية السبليمنتس، فإحنا بنحكي هون عن الأدوية والسبليمنتس، بنحكي برضو عن الأشياء الطبيعية اللي إحنا استحدثناها. تمام، هلا في عنا الأكينيشا. الأكينيشا اللي هي زهرة تمام أو إحدى أنواع الزهريات اللي تم يعني إثباتها لأنها تعالج، أو خلنا مش تم إثباتها، تم استخدامها للكومين كولد. رح نعرف تحت بالضبط إيش تم إثباته وإيش ما تم إثباته. نيزل ستيرويدز والأنتيهيستامينز، الأورال أنتيهيستامين، دي كونجستنت، الأنالجيسيك كومبينيشنز، مخففات الألم، المزيات الاحتقان الأنف، برضو الأدوية الحساسية، الأنتيهيستامينز، nasal decongestants used alone. ممكن هذا الكومبينيشن، ممكن النيزل decongestant بس decongestant بس لحاله، ممكن نستخدم antibiotics، honey، non-steroidal anti-inflammatory drugs، vaccines، وsteam inhalation وparacetamol. مجموعة ما بين أدوية، vitamins، أشياء طبيعية زي الجارليك زي الهاني زي الإكنيجا، هاي كلها أشياء تم يعني استخدامها للcommon cold. Because we get cold a lot of times, we know what we have to do to reduce the symptoms. يعني إحنا قديش مرينا في نزلات برد ورشحات، فإحنا نعرفنا الأفضل لإنا، okay؟ أو حسب شو أمنا بتحكي، أو حسب شو سمعنا، منجرب نعرف. But the question is, how did we get the list of this treatment؟ يعني هاي الأشياء إحنا كيف وصلنا لها؟ Each one was a subject of a systemic review. Then analyzed all available clinical data to determine if the treatment is effective and safe in preventing the common cold. فإحنا مسكنا each one of these واختبرنا الإفكتيفنس تاعهم وأمانهم لإن نحمي من الكومن كولد، يعني مش نعالج برضو إن نحمي من الكومن كولد. From the list above, only this treatment have evidence of its effectiveness and safety. لإيش؟ للprevention of common cold، للوقاية من الcommon cold. الفيتامين C والفيتامين D والإكنيجيا والأنتيهيستامينز والأورال أنتيهيستامينز، decongestant، analgesic، combination، هذا الcombination كله، والهوني، أوكي؟ هذول تم دراستهم. الفيتامين سي seems to prevent the cold بس بالpeople who do intense exercises. رح نطلع نقول إيش هاي كلها نتائج ريسيرش، هيك ريسيرش بين لنا بأنه هو صح بيعمل prevention ولكن بس باللي بيعملوا intense exercises. Vitamin D, this vitamin is involved in the protocol treatment of COVID-19. يعني برضو يس هو جزء من الكومبينيشن اللي بيعطوه للكوفيد-19 هو الفيتامين دي. الإكنيجا it is helpful in treating cold but its effects is very small. يعني تمام تم إثبات إنه هو مفيد ولكن الأثر جدا قليل. الكومبينيشن they are effective in relieving the symptoms of cold بخفف الأعراض. It's important to remember that everything we take might have side effects, so we have to read the instruction carefully. خاصة الأدوية المصنعة، okay، غير الأشياء الطبيعية. طبعا كل شيء تقريبا موجود له side effects، ولكن mainly هاي الأشياء لها side effects ولازم الواحد أكيد يقرأ التعليمات قبل ما يتعاطاها. الهوني It has been shown to relieve the cough in children who have upper respiratory illness such as the common cold and it improves their sleeps. فهو
بيعمل على يعني جزء من المرض وهو الكوفس، بيخفف منها خاصة بالجهاز التنفسي الأبر العلوي، وخاصة بالشيلدرن، لاحظوا هم حددوا في الشيلدرن، وimproves their sleep، بيحسن من نومهم وبيريحهم. فهذا إشي أكيد يعني بيساعد ما في عملية البريفنشن والعلاج للكومن كولد. This doesn't mean that other treatments are not effective, but there is no good evidence to tell us either or not they are effective and safe. بس هيك بنكون خلصنا المحاضرة، بتمنى أني ما أكون طولت عليكم ويكون شرح خفيف لطيف. أي سؤال أو استفسار ما تشددوا تبعثولي، ويعطيكم ألف عافية.